السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello children، معكم Miss Amani English Teacher. النهاردة هناخد letter G. G. This is G. G. الحرف اللي قدامنا اسمه G. 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 حرف G اللي هو حرف ايه؟ اللي هو حرف الجيم. عارفين حرف الجيم؟ لما اجي اقول جميلة، جنة، بتبدأ بحرف جي. 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 اوكي. طب صوت الحرف ساوند بتاعه ها؟ ج. 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 قدامي دلوقتي كابيتال جي. سمول جي. الحرف كابيتال اللي هو الحرف الكبير بتاعنا، حرف جي سمول اللي هو الجي صغنونة. جي كابيتال، جي سمول. جي ج. ج. guess for giraffe. giraffe. giraffe اللي هي الزرافة. شايفين جميلة ازاي وشكلها نايس خالص؟ جي ج. ج. جيراف. جيراف. yes جي is for giraffe. جي. جي. ها ده اللي قدامي. جي كابيتال، جي سمول. جي is for grapes. yes grapes. grapes. جي. ج. ج. G. Grabs. G. 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 Grabs. ها حاجة تانية نفكر مع بعض. G is for ها goat. goat. G. goat. G. G. goat. goat. G. goat. طب قلنا ايه تاني بيبدأ بحرف الجي؟ ها G. giraffe. G. goat. طب الساوند بتاع الحرف ايه؟ ها G. 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 يبقى اقولك what sound of letter G؟ هتقولي G. 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 very good. G. G. giraffe. G. ج. جميلة. ج. جنة. ج. جوت. ك. ج. جمال. very good. النهاردة هناخد letter تاني. letter H. H. yes. name. name of letter H. H. اسمه يا جماعة H مش H. ما نقولش H. H غلط. H. H. ها النيم بتاع الحرف اللي قدامي ده H. ها بيقول لنا ايه؟ hello. كلنا نقوله hello letter H. are you happy؟ شايفينه مبسوط. الشكل اللي قدامي ده ده H capital and H small. H capital ها H small. H. يا ترى الساوند بتاع حرف ال H ايه؟ ها مين سامعه هناك اهو؟ بيقول لنا ايه؟ ها 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 ها. very good. ها ها. يا الحصان جاي يجري اهو. بيقول ايه؟ ها horse. ها horse. ها سامعين مين يعرف يعمل صوت الحصان؟ صوت الهورس بتاعنا horse. ها يلا كلنا نحاول نقلد كده صوت الهورس. انا سامعاكو. هورس. هورس. ها ها. هورس. ها ها. هورس. ويلكم هورس. 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 طب في حاجه تانية تبدا بحرف الH. هاوس. يس كلنا بنعيش فين؟ في هاوس او ايه؟ ها
بس مش كلنا عندنا الهاوس. الهاوس البيت اللي بيبقى ايه، بيت لوحده كده، طابق واحد. ها، هاوس، هاوس، شايفينه حوالي الجاردن الجميلة دي؟ ها، الجاردن بتبدأ بحرف جي، ج، جاردن. لكن عندي هاوس. ايه كمان؟ هاند، هاند، شايفين ايدينا؟ يلا touch، كلنا touch your head، touch your hand، touch your head. head اللي هو الرأس، راسي، لكن الصورة اللي قدامنا دلوقتي hand، hand. ها، تيجوا نعمل count fingers اللي قدامنا دي، 1 2 3 4 5. very good. ها كمان مرة، 1 2 3 4 5. very good. نشوف حرف ال H تاني. H، ها، ها، hat، ها، ها، hen، ها، ها، horse، hat، hen، horse، hat، hen، horse، ها، ها. شايفين حرف ال H قدامي مكتوب دلوقتي علشان نعمله تراك، وبعد كده لما ايدينا تاخد على الحرف هنكتب تحتيه في المربعات اللي عندي دي، حرف ال H كابيتال لوحده وال H سمول لوحده، وبعدين الحرفين مع بعض كابيتال وسمول في مربع لوحده. اوكي، واللي فوق ده طبعا بنعمله colors. عايزين مامي تقلد نفس الكلام اللي مكتوب ده وتعمله لنا في النوت بوك بتاعتنا، وتبدأ إن هي تدربنا عليه، أو نعمل colors للحرف زي ما احنا شايفين كده. سايبه لكم الفراغات بتاعته بنفس الطريقة، H capital، H small، H، ها، ها. وطول ما ابني بيكتب أو بيلون بيقول صوت الحرف معاه واسمه، H، ها، H، ها، 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 ها. ممكن اعمل له كمان صوره، صوره مثلا الهاند، سهل ان احنا نرسم هاند، فنرسمها هاند، 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 ونبدا نعمل كاونت للفينجرز اللي فوق دي، نعدهم 1 2 3 4 5 وهكذا. ها، نبدا نشوف الحروف اللي احنا خدناها قبل كده، خدنا letter H وletter A وletter D، يبقى ناقصنا حرف واحد بس ما خدناهوش من كلمة hand. عندي برضو ممكن نعمل color للhorse، horse، ها، نلونه باللون اللي احنا بنحبه، مثلا green، green، بيبدأ بحرف الجي واحنا خدناه النهاردة، فأقول له جي، ج، green، ونلون بيه، نلون بيه حرف ال H ونلون بيه الهورس. يبقى أنا كده دمجت الحرفين مع بعض، خدنا النهاردة حرف الجي، بصوا معايا جي، خدنا جيراف، وخدنا إيه تاني على حرف الجي؟ خدنا جوت. very good. ها، طب أنا بنوتة ممكن أبدأ بحرف الجي؟ ها، girl، girl، أنا بنت، girl، تمام. وأخدنا حرف ال H وما ننساش نلونه كويس ونعمل له لون، ايه اتفقنا هنعمله باللون الجرين، لان جرين بتبدأ بحرف الجي اللي احنا خدناه النهاردة، فهنطبق بيها على لون، على الحرف بتاعنا، على حرف ال H، نلونه بجرين اللي بتبدأ بحرف الجي، ج جرين، ج جرين، H، H، ها، 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 وهكذا. اوكي، خدنا حرف الجي وخدنا حرف الاتش. يا ريت ان شاء الله الفيديوهات الجايه هعلمكم ازاي نكتبهم صح، وهعمل لكم فجاه ازاي هنرسم صوره من الحرف زي ما انا عملت في فيديو قبل كده، بس ده هيكون بتوسع شويه من كل الحروف، ناخد شويه حروف مع بعض كده ونتعلم منهم ازاي اطلع من الحرف صوره من نفس الحرف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.